حينما اجتاحت جائحة كورونا العالم بأكمله، استطاعت وزارة الصحة بخطوات سباقة وجهود جبارة احتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره في موقف حظي بتقدير محلي وإشادات عالمية، حيث كانت فاعلية المنظومة الصحية وكفاءة منسوبيها محل فخر واعتزاز لبرنامج التحول الوطني. وكان لبرنامج التحول الوطني إنجازات نوعية بقيادة وزارة الصحة أثمرت في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، كإطلاق تطبيق صحة لتقديم الاستشارات الطبية وخدمة موعد لحجز المواعيد وإدارتها، وخدمة وصفتي لصرف الأدوية للمستفيدين، وتطبيق صحتي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ونظام رصد للتتبع الدوائي الإلكتروني، بالإضافة إلى مركز الإحالات الطبية. كما ساهم برنامج التحول الوطني في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية من خلال تطوير مجموعة من خدمات مركز صحة 937 وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى. كما تمت زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بنظام العمل الممتد، ورفع نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية. ولأن الوقاية تسبق العلاج، سعى برنامج التحول الوطني لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية بتدشين المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. كما اهتم برنامج التحول الوطني بالسلامة المرورية من خلال بناء منظومة قوية أسهمت في التقدم في مؤشر انخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة. نتطلع لمستقبل مشرق تحققه مسيرة إنجازات برنامج التحول الوطني لمستقبل واعد.